أعلن برنامجه الغذائي العالمي وقف مساعدته لنحو 2 مليون جائع آخرين في أفغانستان هذا الشهر بسبب النقص الهائل في التمويل. قال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن هذا الإجراء يعني وقف دعم الوكالة لعشرة ملايين شخص في البلد هذا العام. تخفيض جديد لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان. الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقطع المساعدات الغذائية عن 2 مليون جائع في البلد الذي أنهكت الحروب اقتصاده. إجراء يؤدي إلى وقف الدعم عن 10 ملايين شخص هذا العام في أنحاء أفغانستان رغم تفاقم مستويات الجوع وسوء التغذية بصورة تثير قلق برنامج الغذاء العالمي. ففي ظل شح موارد المنظمة ستصارع ملايين الأسر الجوع والبحث عن وجبة تسد رمق أطفالها. توقعات بارتفاع حاد في حالات القبول في مراكز التغذية خلال الأشهر المقبلة مع انزلاق الأطفال إلى مستوى أعمق من الجوع. ويعد برنامج الغذاء العالمي بمثابة شريان للنساء التي يواجهن خيارات شحيحة لكسب العيش وإطعام أطفالهن. فالتخفيض المعلن يعني أن نحو 1,400,000 من الأمهات والحوامل وأطفالهن لن يعودوا يتلقون أغذية مصممة للوقاية من سوء التغذية. الوضع الإنساني يزداد سوءاً. البرنامج الأممي اضطر في أبريل ومايو الماضيين إلى قطع المساعدات الغذائية عن 8 ملايين شخص، وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة ستحتاج المنظمة إلى مليار دولار للوصول إلى 21 مليون شخص بالمساعدات الغذائية المنقذة لحياتهم. ويشمل هذا التمويل اللازم توفير الغذاء في المجتمعات التي تعاني العزلة خلال فصل الشتاء الأفغاني القاسي. تحدي جديد للفقراء في أفغانستان التي تئن قطاعات كبيرة من سكانها تحت وطأة الفقر والجوع والمرض. لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا شاواي لي مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة في أفغانستان من كابول. أهلا وسهلا بك معنا. إذا يمكن القول بأن 2 مليوني أفغاني باتوا خارج إطار مساعدات الأمم المتحدة أو برنامج الأغذية العالمي، هل هناك تفسير منطقي يمكن أن يفهم إنسانيا عدا عن أن المجتمع الدولي تخلى عن الأفغان الآن؟ شكرا لاستضافتي. أعتقد من المهم أن نعرف أن المجتمع الدولي لا يزال يدعم أفغانستان، ولكن مع القيود المالية في أنحاء العالم حيث الحاجات الإنسانية ترتفع بشكل قياسي وبرنامجنا في أفغانستان يواجه تحديات عالمية ونحتاج حوالي 1 مليار دولار لمساعدة الأفغانيين في هذا الشتاء. وللأسف نعم نحتاج إلى أن نقلل نطاق حاجتنا بأقل من أو أقل من 2 مليوني شخص. اضطررنا بالإجمال بالخفض أو بتقليل نسبة المستفيدين إلى 10 ملايين شخص أفغاني، وحوالي 15 مليون أفغاني لا يعرفون كيف سيساعدون قبل الشتاء القادم. طيب في كل مرة نتحدث عن تقليص المساعدات، إلى أي مدى سيستمر هذا التقليص؟ للأسف نحن نتمتع بموارد فقط حتى أكتوبر، ونحن نتطلع إلى موارد لتساعدنا إلى المساعدة خلال الشتاء، ولا نستطيع الاستمرار بهذا النحو لأنه لم يبقى لدينا ما نقتطعه. لذلك يجب أن نحشد عبر السبل، وأعتقد أن الكل بإمكان مساعدتنا سواء على الصعيد الفردي الحكومي الدولي. هذا الوقت الذي تحتاج فيه أفغانستان وقوفهم معهم ومساعدتهم. طيب تتحدث الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي عن حاجات بمستويات في أفغانستان بالنسبة للعائلات، كيف يمكن تحديد مستويات الحاجة من حاجة ملحة إلى ربما حاجة مقبولة للمساعدة؟ We have
لدينا نظام قطري نقوم عبره بإحصاءات أو باستفتاءات سواء من المناطق النائية أو المناطق الريفية، وثمة معايير عالمية نعمل مع وكالات أخرى وشركاء آخرين يساعدوننا في التعرف وتحديد مستوى انعدام الأمن الغذائي إذا ما كان حادا أو معتدل. ولكنه ما نعرفه وما نراه في العيادات هو أنه ثمة أشخاص يحتاجون إلى مساعدة طارئة ويعانون، وهم الأكثر هشاشة هم النساء والأطفال الذين نراهم في عيادات التغذية. هؤلاء هم الأكثر حاجة، ويجب أن نقي أو نحول دون حصول ذلك أن نحول دون وصول الأطفال إلى هذه الحالة من الجوع وسوء التغذية. هم في الفعل في آخر مراحل الحياة. طيب، في آخر مراحل الحياة كما تفضلتي، لكن ما هي الأخطار التي ستترتب على نقص التمويل ونقص تقديم المساعدات للعائلات خاصة الأطفال والنساء؟ المخاطر والتكاليف لذلك يتحملها الأكثر ضعفا وهشاشة، وهم النساء والأطفال الذين لن يكون لهم ما يتغذوا عليها في الشتاء القادم. ويجب أن نحول دون هذه الكارثة. وحين أنظر إلى الشعب وأتحدث إليهم، إلى النساء اللواتي قدمنا لتلقي المساعدات، هن أساتذة أو صاحبات محلات خسرن حياتهن، نحن آخر خط إمداد لهن. وكانت الفتيات اللواتي قدمنا إلينا منهن بعض كان لديهم طموح بأن يصبحوا طبيبات أو ناجحات، وكان لديهن أحلام. ويجب أن نفهم أن الفراغ الذي يشعرونه لا يجب أن يفاقمه ذلك جوع. طيب، هذا القرار يأتي كما تعلمين سيدتي قبل أيام من انطلاق الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هل تعولون على دور أكبر لدول المانحة لمساعدة أفغانستان؟ نحن بالطبع نتطلع إلى مساعدة أو مساهمة المانحين في أفغانستان، وشهدنا على تبرعات في السنتين الماضيتين وأحرزنا بعض التقدم، ولكن شهدنا كارثة، ومنها جفاف ضارب ما شل المساعدات في أفغانستان. والآن المزارعون يحاولون الخروج من هذه الظاهرة المناخية النينيو ومن هذا الجفاف، ويجب أن نساعدهم حتى العام المقبل، لذلك هذه المساعدة ضرورية. شاو وايلي، مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، شكرا جزيلا لك، حدثينا من كابول.